الكل في أخبار الفلاحة ماغريكولتور. نبدأها بالدورة الثانية للمناظرة الوطنية للمنتجات المحلية اليوم 28 جوان 2019. الدورة الثانية هذه اللي يشرف عليها وزير الفلاحة سمير الطيب على افتتاح سوق للمنتجات المحلية في حفل لتتويج الفائزين بالميداليات والإعلان عن نتائج المنتجات المتوجة بالميداليات في مدينة العلوم 6 متاع العشية اليوم. ولابيا وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اللي انطلقت من 18 جوان في تنظيم الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للمنتجات المحلية في مدينة العلوم واللي تحت إشراف كما قلنا وزارة الفلاحة وزارة الصناعة ومؤسسات الصغر المتوسطة زادة بتعاون مع مختلف الإدارات والهياكل وغيرها من الوزارات المعنية. وخلال هذه الدورة زادة كانت فما ديجوستاسيون ل 645 منتوج من 18-19-20 جوان من طرف حوالي 100 خبير من منتجين ومستهلكين عندهم تجربة في هذا المجال. دي ديجوستاتور معناها كما أدى وفد متكون من ممثلين لقرابة 8 دول من تركيا مصر غانا أوكرانيا جنوب أفريقيا وصربيا والمغرب وجورجيا زيارة إلى مدينة العلوم خلال تنظيم هذه المناظرة وين تم تقديم تجربة تونسية في مجال تثمين المنتجات المحلية لهذا الوفد الرسمي إلى جانب التلاحم على كل مراحل اللي تمر بها هذه المناظرة لاستئناس بها. وتم خلال جلسة عمل انتظمت للغرض التعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. ماغريكولتور اليوم تكون فما عندكم بوان دو بريس لوزارة الفلاحة زادة في اجتماع الدورة الرابعة لأيام الصداقة والشراكة الإفريقية الخاصة برؤساء البعثة الدبلوماسية والقنصلية الإفريقية المعتمدة في تونس. هذا في إطار تدعيم الدبلوماسية الفلاحية وهذا الاجتماع الأول من نوعه مع وزير الفلاحة في تونس وبش يحضروا أكثر من 15 سفير من الدول الإفريقية المعتمدين بتونس وبش يتم تناول محور التعاون الدولي في القطاع الفلاحي والصيد البحري وآفاق تطويره 10:30 متاع الصباح. ماغريكولتور حبيت زادة نشير إلى اللي أشرف البارح عليها وزير الفلاحة زادة على ورشة عمل حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في القطاع الفلاحي كان البارح هذية في تونس العاصمة وأهمية هذا المجال حقيقة واستغلال التكنولوجيا في القطاع الفلاحي اللي خرجوا بتوصيات مهمة جدا. وورشة هذية اللي حكيت على تشخيص الوضع الحالي والانتظارات اللي ترغب وزارة الفلاحة بلوغها في المستقبل من حيث الإطار التشريعي والاستثمار العام والخاص والحوافز المخصصة لشركات الناشئة. ماغريكولتور استنوا كل يوم أخبار الفلاحة في نفس التوقيت. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد الفاصل مرحبا بكم الناس الكل.